ألا تخرج أيها الأمير بين الناس تشاركهم بهجة العيد وتطوف في إشبيليا فتشهد أي حسن وبهجة تجلت فيهما؟ الواجب يقتضيني أن أقف مع أبي الملك في مجلسه، أتقبل مباركة أعيان إشبيليا بالعيد. وددت يا ابن عمار أن أشاركك في لهوك هذا، إلا أن للإمارة أعباء. أما أنا فلا أقضي يوم العيد في مجلس، فأذن لي. أعاده الله عليك باليمن والبركة. ها هو ابن زيدون، والله لو أتيح له أن يقضي العيد مع طيبة الذكر واللذة لما حضر إلى مجلس الملك.